طلابي الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم من جديد. عنوان درسنا اليوم هو الأسرة الأردنية، عنوان الوحدة، الأسرة والمجتمع. الأسرة يا عزيزي هي الخلية الأولى في البناء الاجتماعي، وبمجموع الأسر يتألف المجتمع. هيا بنا نبدأ درسنا بذكر أهداف الدرس. أهداف الدرس: أولاً، يتعرف مفهوم الأسرة وأشكالها. ثانياً، يبين وظائف الأسرة. وثالثاً، يبين أثر الأسرة في بناء المجتمع. ورابعاً، يبين دور الأسرة في بناء الشخصية. نتجه بداية إلى مفهوم الأسرة. تعرف الأسرة بأنها الخلية الأولى في بناء المجتمع، وتتألف من زوج وزوجة يعيشان معا بموجب عقد زواج رسمي. أشكال الأسرة الأردنية: تقسم الأسرة إلى قسمين، الأسرة الممتدة والأسرة النواة. الأسرة الممتدة هي التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء المتزوجين وغير المتزوجين والأحفاد، ويقيمون معا في مسكن واحد. أما الأسرة النواة هي التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فقط، ويعيشون معا في مسكن واحد. ما هي وظائف الأسرة؟ وظائف الأسرة: أولا، الأسرة الصالحة تنتج مجتمع صالح من خلال التكاثر، الرعاية والتنشئة الاجتماعية، وأيضا من خلال الوظيفة العاطفية، أي الحب الذي يمنحه الوالدان لأطفالهما، ومن خلال الوظيفة الاقتصادية، وتتولى الأسرة الإنفاق هنا على أبنائها. أثر الأسرة في بناء المجتمع: تؤثر حالة الأسرة على بناء المجتمع إيجابا وسلبا، من خلال أولا التوافق الأسري، وهو حالة من الوئام والانسجام بين أفراد الأسرة فتقوم بوظائفها بطريقة صحيحة. أما التفكك الأسري هي حالة من التوتر وضعف العلاقة داخل الأسرة، وتؤثر على الأطفال وتحرصهم عن الطريق الصحيح، وتؤثر والأمراض النفسية تزيد عند هؤلاء الأطفال. ورابعا، مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة: حرص الإسلام على بناء أسرة سليمة، حيث أعطى المرأة حقوق كالميراث والتملك والثمن الواجبات الزوجية. جعل الإسلام الدين والخلق أساس الزواج، ورعاية الأسرة مسؤولية مشتركة دائما بين الزوجين، والمساواة في المعاملة بين الأبناء. والأسرة مسؤولة عن تنمية المبادئ والقيم الإسلامية، وأوجب على الأبناء بر الوالدين واحترامهم. طلبا نجيب عن أسئلة الكتاب. أولا، عرف المقصود بما يلي: الأسرة، التوافق الأسري، والتفكك الأسري. فكر يا عزيزي ثم أجب. الأسرة يا معلمتي هي الخلية الأولى في بناء المجتمع، وتتألف من زوج وزوجة يعيشان معا بموجب عقد زواج شرعي. أحسنت. التوافق الأسري يا معلمتي هي حالة الوئام والانسجام التي تسود بين أفراد الأسرة جميعا، مما يجعلها تقوم بوظائفها بطريقة صحيحة. بارك الله فيك يا بني. أما التفكك الأسري يا معلمتي، وهي حالة من التوتر وضعف العلاقات داخل الأسرة نتيجة إخفاق أحد الزوجين أو كليهما أو أحد أبنائها في القيام بواجباته، مما يحول دون تأدية الأسرة لوظائفها. السؤال الثاني: قارن بين الأسرة النواة والأسرة الممتدة من حيث المسكن وحجم الأسرة. من حيث المسكن يا طلابي، فكر معي ثم جاوب. من حيث المسكن، الأسرة النواة يا معلمتي تعيش في بيت مستقل، أما الأسرة الممتدة يعيش معظم أفرادها في مسكن واحد
أو مساكن متجاورة. بالنسبة لي حجم الأسرة، الأسرة النوايا معلمتي هي صغيرة، زوج وزوجة وأبناء. أما الأسرة الممتدة هي كبيرة، زوج وزوجة وأبناء متزوجون وغير متزوجين وأحفاد. السؤال الثالث، اذكر ثلاثا من وظائف الأسرة. فكر يا عزيزي ثم أجب. من وظائف الأسرة يا معلمتي الرعاية والتنشئة الاجتماعية، وثانيا الوظيفة العاطفية، وثالثا الوظيفة الاقتصادية. السؤال الرابع، وضح دور الأسرة في بناء شخصية الفرد. للأسرة دور كبير في بناء شخصية إيجابية فاعلة في المجتمع، وذلك من خلال الاهتمام بالأطفال صحيا ونفسيا منذ الصغر، وتوفير التعليم الأساسي لهم، وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه وفق قدراتهم، وتعرف اهتماماتهم وهواياتهم وتطويرها. السؤال الخامس، حلل أثر التفكك الأسري في بناء المجتمع وقوته. من خلال انعكاسه على تهدم الأسرة وتفككها، والانعكاس على بنية المجتمع وضعفها. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. طاب يومكم وأسعد قلوبكم. شكرا لكم، إلى اللقاء. لا تنسى عزيزي الطالب أن تقيم ذاتك. أقارن بين الأسرة الممتدة والأسرة النواة من حيث الحجم، أجب بنعم أو لا. أعدد وظائف الأسرة، أجب بنعم أو لا. أعدد العوامل المؤثرة في شكل الأسرة، وأعدد نتائج التفكك الأسري، أجب يا عزيزي بنعم أو لا.